قبل الأوفر ديرشر قلت له المحاضرة؟ لا أطعب على عمو المحاضرة هي نفس المحاضرات مال بغداد حتى ما تعرفوا ولا تعرفوا وشنو اللي شغلات اللي أحكيها اللي أركز عليها هي شي مثلا ما ركزت عليها ما قلت يعني مهم تقروا كفهم بالأخير ماكو شيء إيش اسمه ماكو شيء دار أوكي أنا ما لا أجيب يعني لا جبار منه بالبان أكون أجيب لكم أسئلة حتى الأسئلة ليش هو يجي على شكل فيلم يجي على شكل دار أخو نزل نص أنت تمام قلنا إحنا شنو شيء لازم مهم بالأوفر دنشر يعني هو قال له فقط سوي أوفر دنشر خلاص لا يعني حلقة الوصل شنو سميناها؟ حلقة الوصل ما بين الدنشر وما بين الامبلانتس خلينا نقول أو حلقة الوصل ما بين الروتس اللي موجودة أو الأسنان الموجودة ما بين الدنشر شنو نحتاج؟ اتاتشمنت طبعا اتاتشمنت إجبارية بكل حالات الامبلانت أوكي؟ يعني طول ما عندنا امبلانت أوفر دنشر فمية بالمية لازم عندنا حلقة الوصل اتاتشمنت بس هل هي إجبارية بال two supported over denture؟ إجبارية الاتاتشمنتس بال two supported over denture؟ ليش؟ يعني ممكن شنو؟ يعتمد على أنواع ممكن إنه إحنا مجرد هذا السن اللي حافظنا عليه ك two supported over denture مجرد سوينا له preparation dumb shape وقعدنا عليه denture. ومليين المكان اللي سوينا بيه ار سي تي يعني سوينا له روت كانال شنو؟ امالجام كومبوزيت اي فولينج ماتيريال فهذا نوع نوع اخر شنو؟ ممكن ما احتاج اتاتشمنت شو احتاج كوبينج فقط كب عباره عن كب يجي يقعد على الاسنان اللي احنا حافظين عليها يعني كوبينج بدون حلقه وصل بدون اتاتشمنت وقلنا بالكوبينجز عندنا تو تايبس كلاسيفايد انتو تو تايبس شنو اللي سؤال؟ شو اجي سولف؟ صوت كذب والله انت محاضرة يعني حتى لو صوت عالي بس لو صوت ناصر ما تلمي خالف وين ستوعد عددكم ربع المرحلة بالكوبينج شنو قلنا كم نوع عندنا؟ ها؟ مو اخذناها نعم؟ ايه يا حبيبي ايه؟ لا كوبينج وين في ميلوميرا اتاتشمنت كوبينج كم نوع عندنا بالكوبينج صدق متذكرون يا معودي ما صار انا حشلت ايام من اخذت المحاضره وهنا وتسوي نفسكم متفاعلين و ايش جاي صدق ما حد يتذكر كم كوبينج بالصوره ساعه على الاقل مو الحكي صوره كوبينج شلون صورتها واحده ناصية وعالية يعني شنو؟ يعني short copying أو long copying قلنا حشوة الجذر أو الار سي تي مو إجبارية باللونج كوبينج ليش؟ لأن ما راح نسوي preparation كلش ننزله للسن بحيث راح نوصل للمل البال راح نحافظ على نفس الطول مالت مثل مالت السن بس احنا مسوي preparation كأنه preparation مالت كراون ونقعد كوبينج هذا بي اتاتشمنت؟ ما بي اتاتشمنت بي كوبينج فقط نوع اخر اللي يكون كوبينج وبيل اللي بيل اللي مثلا وياه الاتاتشمنت على شكل مثلا بول هنا اخر اللي سميناه تلسكوبيك مو تذكرون؟ قلنا اسنان موزعه بالارش نيجي هم ماتين عباره عن كوبينجز نسوي لازم بارل تو ايتش اذر هذا نسميه تلسكوبيك كراونز واللي يقعد يعني على هذا النيل كراون نسميه تلسكوبيك دنشر قلنا شنو الميكانيزم مالت الريتنشن بالتلسكوبيك شلون تكون؟ فريكشنال مو قلت لكم الدبل كراون عباره عن نسوي الميتال كوبينج قاعدها ويجي ببطن الدنشر هم المكان لهذا الكوبينج فبدو سبورتد اجباري للاتاتشمنتس لا حسب الريكوايرمنتس حسب النيد اما بالامبلانت اجباريه لان شو راح تكون ما عندنا بالامبلانت نسوي كوبينج فوق الامبلانت حتى لانه هو مو تو
اوكي ولا مثلا دوم شيء للتوت منزل المستوى ماكروجين. لا لازم يكون نقطه الاتصال ما بين الامبلانت وما بين الدنشر تكون عن طريق منه التاجوت. وانا حاطكم هذه الصوره حتى تشوفون الاجزاء مالت يعني من الامبلانت من الفيكسشر. بس هذا شنو نسميه اللي هنا؟ هذا شنو؟ هذا دي يعني راح يجي يقعد بالبون بالشاهد الصوره التوضيحيه. هذا الفيكسشر الامبلانت اوكي. هذا هنا شنو؟ هذا الاتاتشمنت. شنو مكونات؟ شوفوا مثلا هنا الاتاتشمنت بشكل شنو؟ جاي بشكل بول. تشوفون بول ابتمنت يعني بول اتاتشمنت. اي حلقه توصل هو بالاخير عباره عن ابتمنت يعني سواء فور فيكس او ريموفبل. هذا بول ابتمنت. هذا شنو؟ بلاستيك كاب. وين راح يجي يقعد؟ يقعد ببيت هذا الجسم. هذا يعني هذا شنو يعتبر هسه النفتينيز؟ اذا تصنيف الميل والفيميل. ميل. وهذا هنا وين راح يجي يكون قاعد؟ فيميل. يعني الفيميل وين راح يكون قاعد؟ بطن الدنجر. بالعاده هذا الهاوزنج يكون من المتل، متل هاوزنج. فاحنا ما يصير من قاعد الدنجر ببطنه هذا المتل، هنا متل على متل. راح ينطيني الريتنشن المطلوب؟ ما راح ينطيني اياه. اوكي؟ فلازم شنو يكون اللي ببطن هذا المتل هاوزنج؟ بلاستيك كاب حتى يجي يقعد قفل. اوكي؟ هاي هذا المكون المكونات الاساسيه. وهذا الدنشر هو اوفر دنشر. واضح؟ هذا الفكره البسيطه عن الاتاشمنت. طبعا الاتاشمنت بحر 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 يعني ما ممكن انه واحد يحفظ كل شيء. يوميه اشكال شركات تطرح. طبعا شركات براندات عالميه كومه اغلب اللاينات عندها هذا اكسترا كورونال انترا كورونال هذا المدري اكسترا راديكولر انترا راديكولر يعني اشكال متعدده جدا للاتاتشمنت. اكو شركات متخصصه تصنع بس دني للقطعات مالت الاتاتشمنت يعني تسوي قطع الاتاتشمنت لشركات امبلانتس مثلا او لاسنان. هو بحقيقه بحر كلش كبير. انا اعطيكم يعني بالخصوص بالباوربوينت شغلات الاساسيه اللي تحتاجون تشوفوها. شنو الاتاتشمنت؟ هي عباره عن سمول ميكانيكال ديفايس. هي بالاخير عباره عن سمول ديفايس. وين تكون انكوربوريتد؟ بالريتنشن والستابلتي والسبورت. ثلاثه اساسا. انا ليش دا احافظ مثلا على هذا السن؟ او ليش دا اسوي مثلا بدال ما بيشنت اسوي له كومبليت دنشر دا اسوي مثلا تو امبلانتس خليله واسوي له فابريكيشن مالت امبلانت ريتيد اوفر دنشر حتى احسن الروتيشن والسبورت والاستابلتي. طبعا انا مثلا تقوم بالتعريف هنا او بالمحاضره النظر انه هذه مو قاعده انه كل الميل بارت بالنسبه كالتاشمنت احكي لكم بصوره عامه مو يعني ان جنرال مو شيء ثابت انه دائما الميل يكون قاعد على التوث او على الجسمه او على الامبلانت والفيميل هو دائما ببطن الدنشر. تو انا معطيكم محاضره البوزيشن اتاتشمنت المرحله يا مرحله ها رابع وين قبلكم الرابع؟ من قرابع ها بالثالث وين يعني محاضرات الكروم كوبالت واخذنا محاضرة الدائرة تركينرز ومن ضمن المحاضرة هي البريسيشن اتاتشمنت والسيمي بريسيشن اتاتشمنت صحيح؟ راجعوها يعني بيها اماكن بيها معلومات تفيدكم عن الاتاتشمنت لان نعم شنو؟ منو شو اسمه اجل؟ حكى عنده سؤال؟ على العموم نعطيكم بالتفصيل انه اكو انواع الميل يكون بالابتمنت بالتوث والفيميل بالدنشر واكو انواع من الاتاتشمنت تكون بالعكس تكون بالعكس. هسه انا ما كنت ناخذ فمو هذا مو تعريف انه شرط اجباري كل الفيميل يكون قاعد بالدنشر وكل الميل يكون قاعد على التوث او على الامبلانت. بس بالامبلانت يعني
99.9 وهذا الشكل دائما يجينا الابوتمنت قاعد على الامبلانت فيكون هو يعمل عمل النيه والفيميل يكون بطن الدنشر اوكي بس انا اقصد كاتاتشمنت خاصه بالبارشال دنشر بالريموفال بارشال دنشر اوكي يعني هذه نقطه الاتصال اللي قاعد خلي نقول النثي والفحل فرضا خوش ممكن تجيني اتاتشمنت على شكل حلقه هيك بالضبط طالعه منين طالعه من هذا اخر سن موجود بس سوينا له كراون اوكي فاذا كانت هذه الحلقه اللي طالعه هيك هنا فايش راح اتوقع من الدنجر لازم شنو يجي يقعد هنا فالجسم يجي يقعد بهذه الحلقه مو صحيح حتى تصير كونكشن فهنا ايش صار نوع الاتاتشمنت وين صار الفيميو ها التول هنا صار على الكراون على التول ليه صار هنا عباره عن حلقه صارت هذه الفيميل وجزء الميل طالع من الدنشر اما اذا لا خلينا نقول الاتاج ما كانت بهذا الشكل هذا الكراون طالع من عنده بالضبط هيك خلينا نقول طالع من عنده هذا بالضبط هيك الشكل تجي هيك الشكل يجي هيك الشكل اتاجمنت يجي مثلا تكون بهذا الشكل اتاجمنت تكون بهذا الشكل بس بالاخير البروز وين صاير؟ طالع من الكراون فصار هنا أنا وين شيل وين جزء الميل صار على التوته وعلى الكراون واضح؟ فهذا تحكي يكون جنرال ما يخص الباشر في الامبلانت لا كل انت يكون تحكي في هذا الشكل يا ما بشكل باب مثلا قاعد على الامبلانت هذا مثلا واحده من الكيسات هذه هذا ما كان اوفر دنجر نوع هذا الاتاتشمنت هذا نسميه لوكيتر يكون بهذا الشكل لان هذا بشكل هذا بور من هنا تكون يعني مغلقه هذا يكون بشكل لا بشكل بيضوي اوكي ويجي اللي يجي الدنشر يكبس هنا بس انا ايش عندنا ببطن الدنشر؟ لازم شنو عندنا؟ ها؟ هذا بعد هو هذا هو الميل هنا هو الفيميل اذا هنا لازم شنو اكون انا متل هاوزينج وبطن المتل هاوزينج لازم اكو بلاستيك كاب وانواعه بالبلاستيك كاب ما يخص الريتنشن يعني تجي بلاستيك كاب ضابه فهذا ايش اتوقع على الريتنشن؟ راح تعطيني اياه اقوى يعني كلر كودد يعني حتى البلاستيك كاب مثلا من صفرة اعرف زين هسه هنا هذه هاي قدامكم الصوره من دابا البلاستيك كاب مو اكو مثلا درجات ثلاثه بالعاده اكو اربعه اكو خمسه يعني هسه ان جنرال ثلاثه شنو ابيض اصفر وبعد احمر الابيض تشتغلون عليه الريتنشن اللي نعطيني اياه ريديوس الاصفر ستاندرد مثلا هذا النظام هذا لوكيتر اوكي تقروني من تجي حتى الاتاتشمنت الليفلت او البروشور ويا تقرون انه حتى اعرف اني يا بلاستيك كاب راح استخدم لهذه الحاله فرضا انه اتوقع انه البيشنت عنده الماستيكيشن فورس قويه فاحتاج انه البلاستيك كاب شويه تكون اضب فمثلا ايش اختار ما بين مثلا الصفراء او الحمراء هذا ريديوست فاذا مثلا عندي انتشارات خلينا نقول اربعه امبلانت اربعه فعادي لا استخدم ريديوست لان اكو اربع امبلانتات راح مثلا نشارك او اكو خمسه اذا مثلا عدد اقل اقدر استخدم الستاندرد اللي هي الصفراء او اذا اقل مثلا استخدم الانكريز بالعاده طبعا من نبدي ويا البيجنت نبدي بي يعني جراجولي مو راسا اخلي البلاستيك كاب مثلا اروح للحمراء مباشره لا اصعد الريتنشن تدريجيا اوكي واضح هذا الشيء يعني نبدي مثلا يا بالبيضه او مثلا بالاصفر واذا بعد سنين هو بعد سنه اساسا هذه راح يصير بيها اي فراكشن راح يسبب ها؟ صير بيها تيرينج، صير بيها لوزنينج، بالاخير ماده بلاستيك جاي تقعد على شنو؟ على متل فتنطي من نفسها تحتاج الى استبدال، فمثلا بعد سنه انا صعدت لدرجه روتيشن، بعد سنه اللي وراء وهكذا. طبعا يعني علميا هو كل ست اشهر لازم يعني اجباري اشوفه للبيشنت. فتحتاج انه ممكن تستبدل. بعد ست اشهر بعد سنه دائما لازم دوريا افحص البيشنت الاوفر دنشر دوريا يعني سنويا انيوالي بيريودكلي لازم يرجع لي
واضح؟ لا انا ما تنحط لكم صورة هذا البول. تعال ايش تسولفون؟ ادري تسولفون على جسمك. تعال بعدين. لا لا صفش تعال بعدين. ما ماكو شيء وين قاعد بحمام مال نسوان؟ هسه والله فش حتى من المسكين، قبل ما اسكت اسكت من النسوان، والرياجيل قاعد يدور شيء ما. صدق كذب والله. حاط لكم صورة أنا ما أدري أنا ما أوضح لكم. هذا يعتبر منو؟ يعتبر الفيميل اللي هو الميتال هاوسي. وهذا هو الميل. واضح؟ قلنا نوع من انواع الاتاتشمنت نسميه بريسيشن اتاتشمنت. احد يعرف ليش نسميه بريسيشن اتاتشمنت؟ انا ذاك لكم اياها بالمرحله الثالثه. كانت وين؟ سنه الكترونيه. يلا مو كل شيء ما تذكره من عندي. ليش تسميها بريسيشن اتاتشمنت؟ والنوع الاخر شنو نسميه؟ نعم؟ دارك؟ شو شنو يعني؟ يعني لا بصورة عامة سبريسيشن اتاتشمنت يعني ما مدن الطراق اللي هي لنوع الجسمه لنوع واللي سمي لعدو يومي نعم هو هي ان كلنا اتاتشمنت بالاخير ما 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 دام شيء اسمه اتاتشمنت فلازم اكو جزء من عنده ميل اكو من جزء من عنده فيميل فما يصير اثنينات نفس الجسم يصير ها؟ ما دام هي اتاتشمنت يعني هي اتاتشمنت شلون هسه مال الفردات هي عباره عن حلقه بشيء شيء مترابط بشيء فلازم اكو جزء من عند ميل وفي ميل تشلبتوا بس انا بس ميل وفي ميل حفظته بس ميل وفي ميل انا احكي على اتاتشمنت ليش نسمي بريسيشن اتاتشمنت ليش نسمي ها؟ سويتي جبتي ها ماجد سوي بعد مره شايف هذا تسلق واحد سؤال ديني واضح ما يدري شو نسوي بس يسوي لك وجهي هذا بس دي فلت من عدد بس نفس الحركه ذكرتني فيها ما يجي بالكم ليش نسمي بريسيشن اتاتشمنت شو يعني بريسيشن اتاتشمنت يعني شو بريسيشن بالانجليزي يعني يعني شيء دقيق جدا يعني من شيء دقيق جدا ها؟ لا عود راد تغير الميل والفيميل سوى تخفضهم انت عمي بطلت عمي لا ديه الميل ديه الميل عوفوا هسه شلبتوا برستيشن اتاتشمنت برستيشن يعني شيء دقيق جدا يعني مو انا اللي اصنعه مو يصنع مختبريا يجي جاهز من الشركه بريسيشن هو يجيني جاهز مثل ما مثلا هذا الجسم هذه القطعه تجي مصنوعه مصنعه بالمصانع فما بها اي تدخل مختبري يعني ما راح يجي المختبر يجي يسوي واتساب لهذا الاتاتشمنت خوش ويحول الواتساب شو حوله؟ ها؟ شو حوله الى جنو؟ الى شكر شو حوله؟ يحوله الى متر مو احنا عندنا لازم اي شيء حتى اسوي متر لازم اسوي له تشميع شمع ومن الشمع يحول الى متر فهنا ما يجي التكنيشن يسوي هذا على شكل شمع حوله اذا اكو شيء يتدخل شغل مختبريا هذا يدخل من ضمن السيمي بريسيشن اتاتشمنت يعني بدل ما تجي هذه القطعه على شكل متر جاهز من المصانع مصنع بالمصانع على نطلق عليه بريسيشن يجي مثلا هذا جزء على شكل بلاستيك يجي شو يسوي ابو المختبر يحاوله من البلاستيك الى متل فدخل من ضمن يا اتاتشمنت كنوع ان جنرال سيمي بريسيشن اتاتشمنت هسه فهمتوها واضحه خلي تبقى ببالكم هذه مالت البريسيشن اتاتشمنت انه مهمة جدا واحد يعرف ليش نسمي هذا بريسيشن اتاتشمنت يعني هي جاية اصلا بري فابريكيتد هي اصلا كونستركتد هي تجيني على شكل قطع من المصنع مصنعة
بالعاده يصنعوا بها طريقه. شلون صنعوها؟ ها سووا لي شيء ها شلون صنعوها؟ عند المصنع شلون صنعوها؟ ما يجي بالكم يعني ما احد ما يفكر انه شلون قاعد صنعوها؟ ها سوري يعني هسه واحد يسوي كل واحد قاعد بمكانه يعني اي يعني عمليه مولينج يعني واحده من التكنولوجيا هي الكابكوم فمسوي لها الديزاين كمبيوترايز هذا الديزاين خراطه ما قاعد هسه العلم وش اسمه كل شيء يعني حتى تشيرات قاموا يصنعوه بهذه الطريقه سي ان سي مو سامعين بالش اسمه سي ان سي سي ان سي مو سامعين سي ان سي بالخشب وبالحديد وهذا الزغرفه والش اسمه مو كله بالش اسمه يشتغلوها خراطه ما يجي بعد العد ليش راح الشغل اليدوي كان قبل يكون حتى غرف النوم والمدري شنو كله يدقدقون هذا مو كله يدوي كان هسا اكو بعد موجود مو موجود واغلى ماتين من شو اسمه اليدوي بس كله يعني استعانوا عن هذا العدد اللي يكون يجيبوه من العمال وش اسمه كله صار عباره عن كمبيوترات يعطي مثلا هذا الديزاين اللي اريده هذه النقشه اللي اريدها والمكان اللي موجوده تجي عباره عن ادوات تولز ها 3 دي تسوي شكل هذا نفس الشيء ديزاين الضوء فعباره عن ملينج يعني وهذا شو اسمه بالضبط اللي الكاربينج اللي يصير مثلا على متر على بلاس على ايش على 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 واكس تجي مثلا بلوكات او تجي لوحات مثلا لوحات يسوون عندها شبابيك اشكال واضح؟ فهذا فرق البرسيشن عن السيمي برسيشن اتاتشمنت. والبرسيشن اتاتشمنت تكون هي اماكن كي اند لوك كي اند كي وي. عيفوا الموضوع على صفحات فمن كل اتاتشمنت بس هذا حفظتوها. شنو بيها الفائده؟ فائده انه بيها فوائد هم ما تجمع الفيكس والريموت. قد تكون تقعد هنا سوا قاعده على بلانت قاعده على تو كرونز بلنتد. يعني قاعده على اسنان بس هذه شنو النوع هذا بنصنفه من ناحيه انه الكونتور يعني كاداه مصنفه بالنسبه للكونتور مالت الكراون اذا اجي اسالكم مثلا او واحد يسالكم من ناحيه الدقه والبرسيشن شنو تصنف برسيشن والسيمي برسيشن اوكي اذا ناحيه الكونتور مالت يعني هذا كراون اخيرا من هنا هذا مثلا كراون بدي استخدم عليه اتاتشمنت قاعد هنا بارشال دنشر فمن ناحيه الكونتور مالت الكراون يا اما تكون داخل المحيط شو نسميها؟ ويا اما تكون خارج المحيط شو نسميها؟ ها؟ اكسترا كورونال و انترا كورونال مو صحيح؟ بس هذا شنو؟ انترا كورونال مو؟ اكسترا كورونال طايح عن المحيط اذا كانت هنا المحيط السن بس هذه شنو؟ ها؟ هذه هسه انترا كورونال وهذه اكسترا كورونال هذه هسه السن هنا مثبتي بس بارزه طالعه عن ما دام طالعه عن الكونتور مالت السن يعني انا اقدر اتاتشمنت استخدمها مباشره على شو اسمه؟ على السن اقدر؟ هسه اي قطعه مثلا القطع اجي اقعدها على سن اقدر؟ ها؟ شو تقولون؟ هسه اي قطعه مثلا القطعه اللي راويتكم اياها هسه هذه القطعه مثلا اقدر هذه قبل مو على كراون على سن جيبها قاعده على سن ما اقدر شنو طريقه اللي وصل بيناتهم راح يكون؟ الحين ايش راح يصير؟ ايش راح اسوي؟ ثبتني بشنو بالسمنت شنو مثلا بلوتينج ماكو شيء راح يروح فاحتاج انه اثبتهن بكراون اثبتهن ببرج اوكي فما اقدر الا مثلا بحاله الاوفر دنشر التوث اوفر دنشر بحاله الاوفر دنشر ماتين وين راح اقعد الاتاتشمنت راح تقعد فوق كوبينج يعني كوبينج هي مرزوقه على السن فوقها مثلا او تجي عباره عن قطعه واحده
ملزوقه وال وال هذا الكوبينج بيها ماتين داخل البطن الروج، لان السن مسوي له حشوه جذر، فعباره عن بشكل بوست اند كور، بوست داخل الروج. فهذه الطرق. اما السن حي فايتال، اقدر اجي اقعد عليه اتاتشمنت؟ ما اقدر. فاحتاج مثلا هذا السن اسوي له كراون او اسوي له برج واقعد مثلا سنانه. طبعا يفضل انه مثلا مو كراون واحد يشيل حمل الاتاتشمنت. سنانه شو مسوين؟ مسوين سنين. اوكي، حتى الفورس تتوزع. لان السبرنت توجذر حتى الفورس، لان انا راح يجي يقعد هذا الباشر دنشر. هذه فورس كل ساعه تدق هيك هنا، فممكن شو تسوي؟ هذه الفورس. الكراون اللي قاعد هناك شو تسوي؟ جرب تسوي له ديسلوجمنت. يصير انروتين كراون، يطلع من مكانه. اما اذا كان هناك اثنين، فالحمل اللي شي جرب ما صعب انه يطلع اثنين او ثلاثه وانه سبلت توجذر. واضح؟ فما يفضل انه انا على سن واحد اجي اقعد مثلا هذه الاتاتشمنت. حركه البارشل دنشر ممكن تسبب لي ديسلوجمنت وين؟ بالكراون. واضح؟ هذه هم انواع مختلفه. هذا عباره عن انترا كورونال اللي بمحيط السن، هذا طالع عباره عن اكسترا كورونال. هذا طبعا مستخدم اكثر شيء البريسيشن اتاتشمنت، تستخدم مثلا بال بال بالفيكس مثلا. بروسيس عندنا لونج سبان، وارد اسوي وصل ما بين هذه القطعه وهذه القطعه مثلا اتاتشمنت بالنص، هذا بالاخير فيكس. هذا ايش راح يكون؟ مثبت؟ لو لا، وين راح يكون مثبت؟ مثبت على التوث. هذا يكون مثبت على التوث، اثنين ملزوقات. بس هذا شنو يسمح مثلا؟ لونج سبان يسمح الحركه، فقط حركه عموديه، يسمح بحركه البرج، حركه روتيشنال ابد، فقط الحركه تكون يا لك. وبعدين او ممكن تاخذوه باللي هو بالخامس، المفروض تاخذوه بالكرون برج، نسميه نون ريجيد كونكتر، مستخدمه من عندنا بيير ابوتمنت. سامعين بيير ابوتمنت؟ حد يعرف شنو بيير ابوتمنت؟ اتصور تاخذون بالكرون برج. بيير ابوتمنت يعني من عندي هنا ابوتمنت انتيريور، واضح؟ وعندي هنا ابوتمنت بوستيريور، وعندي ابوتمنت هنا بالنص. يعني منا اكو دينجرس ومنا اكو دينجرس. يعني خلينا نفرض باقي الاسنان 3 5 7، شنو عندي الميسينج؟ 4 6. فهذه 5 نسميها بيير ابوتمنت. اوكي، هذا نسميه بيير ابوتمنت. اقروا عليه، اقروا عليه. لا فهيك كيس البرج اللي نسوي من الكناين الى 7، لان راح يصير 3 4 5 6 7، 5 يونتس على هذا البيير ابوتمنت. علميا الافضل انه نستخدم نان ريجيد كونكتر اللي بهذا 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 الشكل. اوكي، اقروا ليش، يعني ليش هذا البيير ابوتمنت احنا لازم نجي؟ شو يصير يعني من يبقى سن واحد قاعد شو اسمه قاعد وحده، ماكو اسنان بصفه، او مثلا ذا لاست توث اللي موجود مثلا بالاخير. اوكي، اللي يعني ماكو سن يحده منه، ما الى جار لا منا ولا منا. فهذا السن يكون معرض الى طبعا شو يصير؟ حركه موفمنت، لان ماكو سن منا يحده ولا اكو منا سن يحده. وكل سن الله خلقه حاط لي فيسيولوجيكال موفمنت، تكون 3 دايمنشنز، تكون كورونابيكالي عموديا، وتكون ميزوديستالي، وتكون باكولينجولي. اوكي، ولذلك مثلا اذا واحد سوى بريبريشن لأسنان البرج مثلا، بده يسوي له كراون، لازم مو فتره طويله ويرجع شو اسمه ورا، والله شهر ونص يجي يرد يلبسه البرج، ما راح يقعد. ليش؟ الاسنان بسبب الموفمنت، الاسنان غيرت الابعاد، او ممكن يقعد البرج بس هو ما كان مثلا شو اسمه يعني العلاقة دقيقة كانت بين الأبر واللور، يعني الجو ريليشن بالبايت ريجستريشن. بس من يجي قاعد البرج يلقاه مثلا صار عالي، شنو المعنى؟ معنى السن نزل مستواه ويصير اكسبوز مارجن من الأبر. اوكي، هاي واي خصوصا بالأبر اسرع. ليش؟ سبب الجاذبية.
Precision attachments هي considered known the highest form of partial denture therapy. طبعا ماكو سنجل اتاتشمنت تستخدم، مثلا هنا هذه الاتاتشمنت بشكل ماجنت. شنو يعني ماجنت؟ حفيظ هسه ما تناقض، يعني واحده من ال يا اما الريتنشن يكون يعني ميكانيكال يا اما يكون ماجنت. اوكي فانكشنز مالت الاتاتشمنت، زين الاتاتشمنتس المختلفه مثلا تشوفون هنا هسه هذا ال هذا هذا شنو هسه ممكن هذا شنو نسميه؟ احد يعرف؟ بار، هذا نسميه بار. هذا نوع اخر، هذا لوكيتر، هذا مثلا كيراتور، انواع. هذا هنا عباره عن كوبينج، لان ترى هذا على على اسنان، هذا اوفر دنشر فور تو ثريتين اوفر دنشر. فشو نسوي له احنا؟ نسوي له كوبينج اند فوقها شنو؟ عباره عن بور. واضح؟ فانكشنز هي هذه كلها، تأمن البروستيسز اجينست ذا فورسز اللي تحاول انه تطلع الدنشر المكانه. تعطي عباره عن بريدنتر سبورت للبروستيسز، تنقل القوه المسلطه من المسلز مالت الماستيكيشن على البروستيسز، تنقلها بصوره قابله للامتصاص من قبل منه؟ بي دي او. اذا بمجال احنا نحكي عن امبلانت تو ثريتين اوفر دنشر. اوكي؟ كل هذه قواعد ديستريبيوت ايمن للشيرنج فورس ستابلايز او سبلنت الابتمنت، كل هذه قواعد الاتاتشمنت. وبالاخير كلها راح تحسن لي كل هذا الفانكشنز، تحسن لي الروتيشن والسبورت والاستابيليتي مالت الدنشر. اكو عوامل التي تحدد اختيار نوع الاتاتشمنت او الابتمنت سلكشن. اول وحده واهم وحده هي المسافه المتبقيه ما بين الفكين، يعني نسميها الانتر ارش سبيس او الكراون هايت سبيس نسميها، او الانتر اوكلوزر. حتى تذكر الانتر اوكلوزر شنو؟ ديستنس. كل هذه نفس التسميات. ها؟ لا مو نفس فري واي. شنو؟ والفرق ما بين البي دي ار والبي دي او نسميه فري واي. يعني انا هسه من انا شنو؟ بالراس ومن انا وطابو. بالرأس بي دي ار فيرتيكال دايمنشن اوف ريس او ان ريس. انا طابو فيرتيكال دايمنشن اوف ريس. الفرق ما بين هذا وهذا نسميه فري واي سبيس، او الانتر اوكلوزر ريست ديستنس نسميه. يكون اثنين جد ايش اللازم؟ اثنين الى اربعه فري واي سبيس. اهم نقطه اول ايش قد عندي متبقي مسافه او الفيرتيكال سبيس ما بين الفكين العلوي والسفلي. ممكن انا ما عندي مسافه تسمح لي انه استخدم اتاتشمنت بعلو معين. يعني على سبيل المثال كيس انا مخطط لها اريد استخدم له بار. البار اكيد انا شو اتوقع يحتاج؟ يحتاج مسافه اكثر عموديا. فما اقدر استخدم البار، اجي الحسابات اشوف انه ما اقدر استخدم بار، لازم استخدم individual abutments، يعني شكل مثلا بس بول بشكل مثلا بس تريتش كيس بس، هذه يعني منفردات ما اقدر اسوي فابريكيشن. ليش؟ لان هذا ياخذ مسافه اكثر، فيحتاج الى فيرتيكال او الافيلبل فيرتيكال سبيس اكثر. بعد نوع الكوبينج يحدده، هل انا راح استخدم مثلا شورت كوبينج لونج كوبينج؟ اذا مثلا بس كوبينج ممكن كافي. اوكي، او مثلا الكوبينج اللي قبل شويه فوقها بول. يعني هذه كلها عوامل تحدد اختيار نوع التريتمنت بلان بالنسبه للبيشنت. نمبر اوف ذا تيث بريزنت، ايش قد عدد اسنان مثلا موجودات؟ مثلا سنيا باقيات، فاني اشوف انه هنا سنيا مو ذيك القوه، فالاول انه اسوي لي سبلنتنج اربطهم مثلا ببار اذا اقدر. اوكي؟ واجي اقعد ان شاء الله، او مثلا عندي امبلانتات اثنين، فاشوف انه الافضل انه اني اربطهن مثلا ببار اجي اقعد. بعد مو بس النمبر، كميه البون سبورت اللي موجوده، مكان الابتمنت. مرات الابتمنت يكون مكان استراتيجي، حتى نسميه استراتيجيك ابتمنت. مثلا بالامبلانتس الكي ابتمنتس او الاستراتيجيك ابتمنتس كناين والفيرست مولر السكساف دني نعتبرهن كي ابوتمنتس. يعني اللي يربط الانتيرا البوستيرير هو الكنايز، هو الكورنر اوف ذا مود.
واحنا نعرف انه اطول روت هو الكناين، اقوى شيء سن من ناحيه البوني سبورت هو الكناين لمواصفات الابتمنت، والسكسه ماتين يعتبر بالامكان يعتبر ماتين كي امكان بوزيشن. اوكي، فالنمبر مالت الاسنان، اللوكيشن مالت الاسنان، كل هذه العوامل محدده. مكان السترونجست ابتمنت اللي مثلا هو على سبيل المثال مثلا كناين الجباعه، انا مثلا عندي لاترالات الباقات فور اوفر دنشر، يعني از نوت جود اوبشن. اوكي كناين، اوكي فور باقيات فورات مثلا فور اقصد فور توث سبورتد اوفر دنشر فورات اوكي، بس اللاترال ليش مو اوكي اللاترال؟ حكم الروت من ناحيه يعني الدايمتر مالته نفسه، يعني الكروس سكشنال اريا مالته. والشيء الثاني بعد قريبات على بعض، كل ما اقتربن الابتمنتس فانا ما راح اتوقع ما راح اتوقع اللي ما راح يعطيني الكفاءه، ما راح يعطيني كل ما اقتربن الابتمنتس من بعض الحركه راح تصير اعلى، كل ما ابتعدن هذا يعني قانون ثابت، كل ما ابتعدن كل ما المقاومه للحركه تكون افضل. انا واحد يقول لنا بالطرف، واحد يقول لنا بالطرف، ويقاومون اللود اللي جاء عليهم. هل دول احسن ولا الاثنين اللي قاعدين واحد صف الثاني؟ ها؟ فاهم ما تجيب النظر، كل ما اي واحد اسمه يبتعد احسن. وصحيح؟ وهذا يعني شيء ثابت. وذر اوفر دنشر توث امبلانت، انا بدي اعرف انه شنو اصلا اللي شو اسمه التريتمنت بلان مالتي. هم راح يحدد نوع الاتاتشمنت، مثلا هذا اللوكيتر او الكيراتور او الانواع اللي موجودات، هذني يستخدم من وين امبلانت؟ اقدر انا نفس الوجه استخدمه على التوث؟ لا. التوث اذا اردت استخدمه يا اما كوبينج فوقها بول اللي قاعد ببطنه، يعني عباره عن بوست اند كور. فكنا نعرف انه هذا الاتاتشمنت اصلا يصير على التوث لو مصير. كل واحد وإلى الاتاتمنت الخاص به. واضح؟ بعد نوع الاوبوزنج دنتيشن، يعني هل هو الفك المقابل اسنان باقيه او باقيه مثلا ريموفبل؟ شنو يعني ليش نوع الاوبوزنج مهم؟ اي عافيه. نوع الماستيكاتوري فورس، اذا كان البيشنت هو عنده ناتشرال تيث فايش راح اتوقع؟ الماستيكاتوري فورس مالته شلون تكون؟ لا يعني شو اتوقع؟ ياه الاقوى اللي يسلط ماستيكاتوري فورس ناتشرال تيت طبعا. البيشنت اللي كومبليت دنشر يعني عنده مثلا بالافار او عنده بارشل دنشر، الفورس اللي يسلطها يعني عباره عن خمس القوه المسلطه من البيشنت عنده ناتشرال تيت. اوكي؟ وعيفة يعني اقل بيشنت يسلط قوه كماستيكاتوري فورس اللي هو يكون كومبليت دنشر. يكون كومبليت دنشر يعني هم واحد فرهم اللور ولابس كومبليت دنشرس دنشر. اوكي، فنوع الاوبوزنج دنتيشن مهم جدا. انا بار مثلا هذا البيشنت فرضا عنده اربع امبلانتات وعنده مثلا الفراغ الكافي من ناحيه الفيرتيكال سبيس، فهل هذا يفضل ان انا مثلا استخدم له انديفيدوال كل واحد وحده شو اسمه مثلا شيء انديفيدوال لو اربطهم ببار مثل هيك شيء اربطهم ببار افضل؟ ليش؟ لان باوع انه الفك المقابل مالته وباقي اسنان طبيعيه، اذا اسنان طبيعيه القوه اللي راح يسلطها اكثر، فممكن هذه القوه اللي يسلطها اكثر تسبب عدم ثباتيه الدنشر. فانا ليه قدام اتوقع؟ فلسال انا مستخدمين له بار وقاعدين هم من فوقها عباره عن اتاتشمنت، فتاخذ يعني تاثير الفك المقابل كلش له دور، كلش يلعب دور بثباتيه الدنشر. واضح؟ الكراون روت ريشيو مثلا اللي متبقيه من الاسنان سن مثلا، انا لازم اعرف شنو هاي ما معقوله ما ماخذها بالفريور، ايش قد الريشيو المناسبه مثلا انه هذا توث اقول الكراون روت ريشيو مالته هلقد، لان هذا suitable for abutment. وانا اشوف انه الكراون روت ريشيو وصلت لهيك شو مستوى اقول انه هذه صارت كومبرومايز. ايش قد؟ شنو وين اثنين وين ثلاثه؟ ها؟ يعني لازم دائما وين اللي شو اسمه؟
دعم اكثر منين من الروج. ف 2 الى 3 كراوند ريشيو هذا هو الايديال. 1 الى 2 يعني 1 هذا الكراون من هنا وضعفين الروج، هذا هو الاكسبتبل اللي احنا نريده. من تصير 1 الى 1 ممكن لو ممكن. ليه صارت 1 الى 1؟ يعني شنو صار عند البيشنت؟ صار جم ريسيجن، والريسيجن صار مو بس بالسوب تيشو، صار بالبون ومتين كذلك. فبقى 1 الى 1. هنا طبعا السيتويشن اتس كومبرومايز، يعني 1 الى 1 اوكي صار كومبرومايز. اذا راح اتوقع ان هذا اللي راح يتسن شو يصير بيه؟ يصير بيه موبيلتي، ممكن ما كنت تزداد تسوء حاله السن. فمثلا هيك اسنان يفضل مثلا نربطها بالبرج اوكي، يعني البيست اوبشن فور سبرنتنج ذا كومبرومايز تيث خصوصا من ناحيه البرودكشن. طبعا بعد ما تكون فري فروم بريودنتاتس، بعد ما اعالج مشكله البريود، البيست اوبشن لهذه الاسنان هو ربطها بشنو؟ ربطها ببرج افضل نوع. اما ممكن انا استخدم سبلنتنج مؤقت، ممكن اسوي سبلنتنج مؤقت مثل هذه الاسنان اللي بيها مثلا في سلايت موبيلتي. اي شلون شنو الطريقه اللي اسوي سبلنتنج؟ ماخذين لازم شنو يرفض؟ اسنان مثلا بيها حركه بسيطه بسبب انه بريدنتالي كومبرومايز البريدنشال، اجيت انا عالجت مشكله الجسم وانحلت مشكله البريود. فقدت الحركه انا اقللها، وش اسوي لها؟ نعم؟ اي عافيه. ثبتني بارثودونتيك واير. اربطتني بس هذه تمبرري يعني. هاي تكون وقتيه. شو قلت ما شو اسمه؟ شلت الواير هاي ممكن انه ترجع ترجع الحاله تجي مثلا البيشنت. فافضل طريقه لربطها هو بالبرج، يعني واحده من الانديكيشنز. بعد الكلينيكال اكسبيرينس بالنسبه لي طبعا الدنتست والكلينيشن والمينتنس والكوست. مينتنس هي طريقه المحافظه على 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 الذكر. شو تتوقع وين تكون المينتنس اسهل بالنسبه للبيشنت؟ هل اسوي مثلا اوفر دنتشر على بار، او اسوي له اوفر دنتشر على ابوتمنتس موزعات انديفيدوال، يعني انسبلنت كمينتنس بالنسبه للبيشنت؟ خلينا نقول هسه من ناحيه الاورال هايج. ها؟ ليش؟ يا اللي يحتاج انه دقه من قبل البيشنت، يحتاج الى بيشنت يكون جود اورال هايجين. البار طبعا، ما هذا يكون اقل عرضه، يعني مجرد وقت اللي يشيل الدنشر ينزع عمليه التنظيف مثلا مال ذني الانسبت او الانديفيدوال ابوتمنت اسهل من ما يكون هذا البار. هذا البار بالاخير ثابت، ممكن بيشن غير قابل انه سبب مثلا السكولز، يعني ما كبير بالعمر ما يتمكن انه ينظف اسفل البار ويعتني عنايه كامله. فهذا ما ياخذ بالحسبان اباع للبيشنت، هل هو يقدر مثلا، هل هو عمره يسمح له؟ اوكي من ناحيه يعني الفيزيكال ستيتس مالت البيشنت تسمح له انه، او لا مثلا بيشنت عنده مثلا فد اعاقه معينه اوكي، فلازم انا ابسط له التريتمنت ما اجي اعقد الهياط. بعد الريتنتيف ميكانيزم هي يا اما تكون عباره عن فيت انتو ذا ريسس، يعني مثل هذه، او فريكشن عمليه احتكاك، او هنا طبعا يعني شنو هذا تكون بشكل سبرينج يجي يقعد يثبت هنا، يعني عن طريق فريكشنال او عن طريق ماجنت مثل هذه. هذه هي الميكانيزم مالت الاساسيه، يا اما عباره عن سبرينج، ويا اما تكون عن طريق ماجنت، ويا اما عن طريق انه فريكشنال. مثل ان اغلب شو اسمه عباره عن فريكشنال بين جزء مثلا البول والدنشر، وما بيناتهم هو عباره عن بلاستيكا، او مثلا هذا اللوكيتر الجزء البيضاوي او الكيرا او اي نوع اخر، او حتى البار. كلاسيفيكيشن مالت الاتاتشمنت من ناحيه الريجيديتي، اذا نصنفه تصنف الى ريجيد
ونانولوجي. كل ما تنبيها ميزات وبيها سلبيات، فيها ادفانتجز وبيها يعني طلعوا عليه شوفوا شنو اذا استخدمنا رجل شنو فوائد نانولوجي شنو فوائد. اسنان مثلا ضعيفه واجانا استخدم عليها اتاتشمنت، هذه كل القوه ما يعني اسنان ما تتحمل مثلا لود، كل القوه راح تنتقل لهذه الاسنان. بالرجد شو اتوقع انه اغلب الفورس وين راح تروح؟ تروح للسن لو تروح للرج. يعني خلينا نقول احنا رجد اتاتشمنت وبارشل دنشر استخدمت، تروح للسن للابتمنت. اما بالنان رجد تكون شيرنج ويا من ويا 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 الرج. اوكي، فهذه اكثر شيء اللي يحدد انه هل انا اريد استخدم رجد أباع عن وضعية الأسنان تسمح. هل أنا مثلاً هذا السن واحد اللي راح أسوي عليه كراون وقاعد اتاتشمنت مثل هسه هذه الكيس سمونا أنا مسوي سن بسن سمونا واحد من واحد شو قاعدين إكسترا كورونال اتاتشمنت، هذا This is إكسترا كورونال مو صحيح؟ فباع إنه هذا السن يتحمل هذا اللود راح يسلط عليه إذا استخدمت لك رجد. رجد اتاتشمنت يعني اتوقع انه هذه الاتاتشمنت ما تسمح بحركه بالنسبه للدنشر. الدنشر بالاخير راح يكون معرض لحركه عموديه، حركه جانبيه، روتيشنال موفمنت، بالرجد ما تسمح هذا الشيء. ولذلك اغلب الفورس وين تنتقل للسن، لان انا هذا السن مقعد عليه هذه الاتاتشمنت حاسرات الدنشر ما تخلي شو اسمه يعني فقط ممكن تسمح بحركه واحده فيرتيكال وبالاخير احنا الحركه ممكن بست اتجاهات حركه اللي هذا الدنشر ممكن يعني باكورد فورورد يعني ميزيو ديستالي باكورد فورورد كوكورونالي فما تسمح بهذا. ولذلك يعني الحبل كله وين منتقل للتون. اما بالنانرجد اللي تسمح فيه الحركات الاخرى بالنسبه للدنشر وممكن تسمح مثلا اكو هنج نسميها هنج موفمنت مثلا فيرتيكال، اكو لا اللي تسمح مثلا اكو اورينج نسميها تسمح بكل الحركه بكل الاتجاهات، هذه تكون نانرجد. اوكي، فالاخر طلعوا على يعني الادفانتجز الخاصه في الواحد. صوره عامه اذا اردنا نصنفها كاتاتشمنت من ناحيه التاي من ناحيه الفابريكيشن والكونستركشن تقسم الى هذه التقسيمات. ستاد اتاتشمنت شنو يعني ستاد؟ شنو يعني ستاد اتاتشمنت؟ طيب ها؟ شنو ستاد اتاتشمنت؟ هسه من يعني من خلال التقسيم انتم تباعون ايش تتوقعون؟ يا من الانواع اللي نطلق عليها ستاد اتاتشمنت. هسه التقسيم الثاني بار فعرفنا البار، والثالث هو ماجنت. نعم؟ الستاد كل اللي يكون بار واحده يكون عندنا اللي تشوفون اللي يكون اندفجوالايز نسميه ستاد اتاتشمنت. يعني هذا ستاد اتاتشمنت مثلا بصورة اسمه لوكيتر، هذا مثلا ما اعرف قراته ستاد اتاتشمنت بصورة بول اتاتشمنت، هذا دنيا نسميه ستاد اتاتشمنت. اوكي، يكون منفردات دنيا. اوكي، بار هو من اسم البار يعني اللي مربوط اللي مسوي سبلنتو. والماجنت طبعا هو يعني هو نوع من انواع الاستاد بالاخير هماتين نفس الميكانيزم بس صنفوها واحده لان طريقه الميكانيزم مالته الروتيشن مالته تختلف. هناك عباره عن فريكشن راح يصير يعني ميكانيكال فريكشن، هنا راح يكون ماجنت فصنفت واحده بس هي تصنف على الاستاد اتاتشمنت. اوكي، هذه اللي هسه هنا استاد اتاتشمنت قد تكون انترا راديكولار وقد تكون اكسترا راديكولار. يعني شنو؟ ها؟ نوع السن نفسه اكسترا راديكولار.
أرسل نفس نقول إنفراد كلاب لو شنو؟ نعم؟ عب يعني إنفراد كلاب بطن روت مو كورونا إذا قلت إنفراد داخل الكرام إكسترا كورونا خارج الكرام أما راد كلاب بطن روت نفسه إكسترا راد كلاب خارج الروت مثل هذه الصورة على اليسار هذا إنفراد لو إكسترا اكسترا للبارزة بعد انترا شلون يكون؟ لا هو من اسمه انترا راديو كلاب بالداخل بالعكس صار اوكي؟ فهذا تشوفون انه ميلي كونسيست من الكوبارس هذا جزء الميتال ابدمنت اللي هذا مثلا على شكل بول خلينا نقول وين يكون كونكتد المن الى ابدمنت كتوث او للامبلانت اللي هذا هو نسميه جزء الضخم هذاك اللي هو جزء الميل في ميل يكون ببطن الدنشر اللي يكون على شكل هاوزنج امبيدد ان ذا فيتنج سيرفيس اوف ذا دنشر وهذه الصوره توضح اوكي تصنف الى انترا راديكولار بس شنو هنا الانترا راديكولار وين داخل منه هذا نوع يعني مشهور بس هي يعني نحسه تكون جدا هذا النوع نسميه زيست انكر انترا راديكولار اتاتشمنت هذا حكم يعني اذا مثلا سالتكم يعني اشهر نوع يكون انترا راديكولار يعني هنا صاير بالعكس اوكي الكيان كيوي يعني هنا نسميه صار الكيوي وين صار؟ ها؟ بالتو اكو بعد تسمية اخرى للميل والبيمة تتذكروها؟ نعطيكم اياها بالثالث ماتريكس ان كلمة ثانية تتذكروها؟ ماتريكس ويل باتريكس تتذكروا؟ قلت لهم ذاك الاسبوع ما ذكرت انا ما كنت اسالكم عن المرحلة الثالثة باتريكس ان ماتريكس بس هنا مو تختلط عليكم مو نسباتكم الماتريكس هي يعني بالعكس الباتريكس هو الميل يعني من اريد اسميه اقول هذا الميل الجزء هذا الميل جزء الميل نسميه باتريكس وجزء الفيميل نسميه ماتريكس او نسميه كي اند كيوي الكي هو على الباتريكس او الميل الكيوي هو على الماتريكس اوكي فممكن ترى اجيب لكم ولا مصطلح الميل او الفيميل او الكي ان كي وي ممكن اجيب لكم الماتريكس صور انا ما تم مذكوره انا حاطه استاذ مستعدات على العموم هنا هذا الاتاتشمنت هذه ما تني تجي مصنعه هذا الجزء هو يعني تصنف عليه من على البوزيشن اتاتشمنت هي مصنعه فانا لازم هنا شو اسوي؟ بس لازم اسوي له حشوه جذر هذا السن اسوي له ار سي تي اوكي احضر الشكل المناسب له وشلون راح اثبت البطن الروت ها هو هذا بشكل بوست كانه بوست البطن الروت شنو راح اثبته؟ ها؟ يا حتى بالصوره انا يعني اختر سمنتيشن مباشره حتى طالع السمنت منه ثبتها بسمنتيشن كانه بوست اوكي وتكون هي نازله بطن الدنشر راح يكون يا جزء هذا الجزء الواحد بالعاده طبعا هذا الزيست اللي انت راه ذيك الزيست انكر هذا الجزء يكون من البلاستيك يكون هذا جزء من البلاستيك فهذه تكون يعني اكثر شيء تستخدم فور شو نسميه يعني اذا هذا الجزء لا يعني ما مفضل هذا النوع استخدم مثلا دمي السمين خلينا نقول يمشي مثلا سنه سنتين مو طويله الامد عفوا فتستخدم لفتره قصيره يعني ترانزيشنال اوكي ك ترانزيشنال بيريود يستخدم هذا النوع الزيز ليش هذا الجزء يكون من البلاستيك الكامل يعني اي ميتال ماكو فهذا ممكن يعني يصير به احتكاك ويا الوقت فانا بعد مثلا قلنا السنه بدل ما مباشره اقول للبيشنت اقلعهن او بيشنت مخطط اصلا مثلا يسوي امبلانت بس يقول مثلا على السنتين القادمات السنه اللي وراها فاحافظ على ذني السنين
اسوي له بريبريشن بهذا الشكل، اجي اقعد هذا الاتاتشمنت مالتي وتكون بهذا الشكل. اوكي فاذا سالتكم ما نوع الانترا راديكولار، اشهر نوع اشهر شركه هي انترا زيست. هذا مثلا شركه زيست، لما اقول لكم لوكيتر هي نفسها شركه تسوي لوكيتر، يعني كل شركه تسوي بحر من الاتاتشمنت، بحر من الاكسترا كورونال، من الانترا كورونال، من الانترا راديكولار، من الاكسترا راديكولار، كل انواع الاتاتشمنت تسوي، كل قطع مثلا البار في انواع البار تسوي هاي الشركات. يعني مو مثلا والله واحد يسمع والله زيست هذا مثلا يوم من الايام انت بعد متخرجين، لا 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 والله زيست بس انترا راديكولار، لا ما تجي مثلا سان هذا الاستاذ وراء هذا مناخض اللي ما مذكور عندكم بالمحاضره اللي هي دزيتها. النوع الاخر هاي من اشهر ماتين الشركه مثل ما اخذ شويه زيست، هذا شركه سيكا. سيكا لا من اللاينات عندهم هذا ريفاكس، واضح؟ هذا وين مشلبه هسه؟ هذا يعني يستخدم مع البارشال دنشر، هذا يستخدم مع البارشال دنشر. ترى التصنيف مو فقط فور اوفر دنشر، يعني اتاتشمنت بصوره عامه بنحكي. هذا هنا وياهم ويا البارشال دنشر، شوفوا انه هذا السن طالع من عند التاتشمنت. هسه اذا بدنا نصنفه من ناحيه الكونتور شو نصنفه؟ اكسترا شنو؟ اكسترا كورونال. وهذه هو الاجزاء مالته، شوفوا هذا الجزء يعني جزء الماتريكس مالته وين يكون جزء الباتريكس وين يكون؟ حسب هذا الرسم اللي تضيع حوله. عافيه. اي بالضبط شلون قبل شويه من شفيته عباره عن هيك جزء طالع من الكراون. فش اتوقع اذا هنا جاء فتحه بالنص اتوقع انه الجزء هذا جزء الماتريكس، فاتكس راح يكون يجي من الدنشر يجي يقعد هنا، وهذا هو الرسم التوضيحي مالته. نحتاج مثلا هذه تجي تقعد ببطن الدنشر، وهذا جزء هو الجزء البارز، هذا اللي يكون هنا. فهذا شيء يصنف اكسترا كورونال واكسترا راديكولار خارج الجسم. سيكا ريباكس، سيكا ماتين تنزلون كتالوج تلقون مثلا عشرات الصفحات تحكي عن انواع الاتاتشمنت اللي تسويها، زيز كذلك. دالبو يا دالبو اتاتشمنت، لان الشركات هي متخصصه. هذا دالبو اتاتشمنت يشوفه باشكال مختلفه، كومو باشكال، مثلا هذا ذيس از دالبو، هذا دالبو، هم ادينا شارح وين المير وين المير. دالبو يكون بهذا الشكل، يعني مثل شكل السيكا، مو صحيح؟ بعد الفرق شنو؟ الفرق وين؟ بالاخلاق وين؟ اي والبقيه شنو نايمين حالتهم تعبانه ها؟ ادري انا اذا جبت من الامتحان شو راح شو اسمه جاوبوا؟ عندنا كميات مو خيارات. يعني اغلبكم طبعا نايمين صار ما احب افش الطالب. اللي نايم اللي ما ادري وين سرحان فكره ايش؟ شنو رمضان بعده ما جاي من توجي. إذا جاء رمضان شو يصير بكم الآن؟ ايش قال بعد لكم وقت؟ لا زين. ها؟ جاي تفتهموا له يا جديات، جاي تفتهموا له شنو؟ حتى أعرف. ها؟ والبقية هسه جابوا لنا ثلاثة أربعة والبقية اللي ورا. ها؟ اكو واحد ما فيه بس بد شيء بد نوع؟ اي وين؟ كان بعدها هنا هذا السن جن اي بهذا النوع زيت انا هذا غير بي بعد هذا شكله هذا وين قلنا يقعد؟ هذا وين يجي يقعد؟ يقعد بالدنشر. اوكي يقعد بالدنشر. يعني يشبه هذا بالضبط يشبه هذا بس هذا يكون اكسترا كورونال، هذا الاتاتشمنت خارج عن الكرام، هذا حيث نخسر اصلا انترا راديكولار.
مو انترا كورونو، انترا راديكولار هذا يحتاج نحضر انه الروت مالت شو اسمه يعني لازم هنا الار سي تي اجباريه حشوه الجذر. فالنوع الثالث هذا الدار وهم ماتين او يسوون لنا اتاشمنت مال امبلانت بهذا الشكل وكانه هي بشكل بول. هذا تشوفونه على اليسرى هذا اتاشمنت مال امبلانت هذه مال امبلانت اللي على اليسار واشكال بها مختلفه. قد طبعا ماتين رجيتي مالت الدار تختلف يعني باختلاف الشكل مالته. مرات هي الشركه تسوي رجد من عندها تسوي ريزيلينت او نان رجد. اوكي انواع مختلفه وقلنا عن الرجد يعني ما يسمح بحركه الدجار. الريزيلينت اتاتشمنت او ستريس بريكر او النان رجد اللي تسمح بحركه الدجار باتجاهات مختلفه. اتجاه فيرتيكالي او بي روتيشنال موفمنت باكثر من اتجاه. اوكي؟ النوع الاخر من الاتاتشمنت على حسب النوع هو البار. البار يعني شنو؟ يعني الابتمنت منا ومنا مربوطات بجسر. بار يعني جسر. مثل اللي تشوفونه هنا بالصور. وهو البار واحده هو عباره عن بحر من الانواع. يعني الدخون اذا واحد يسوي عندكم اقول اروح اتسرج اسوي سيرش على بار، الدخون اصلا شنو من يعني من الانواع اللي موجوده؟ بالعاده يكون البار بشكل يونت او بشكل جوينت. احد يقدر يقول لي شنو يونت وجوينت يعني اكو فرق مثلا بيناتهم؟ واذا اكو فرق وين يعني ممكن الفرق؟ هيك شيء كشيء تخميني. والجوينت؟ اليونت يعني شلون قبل شويه قلنا شو اسمه؟ ريزيلينت ولا رجل من اسمه يونت ما يسمح بهذيك الحركه. جوينت هو عباره عن مفصل. اوكي فيرجع على شكل البار اللي احنا نسوي له فابريكيشن. انواع اكو بالبار اكو انواع مشهوره. هذا اول واحد اسمه هيدر. هو بالفعل هيدر بار. هو مشتق يعني هو من اسمه هيدر. اوكي هذا الهيدر بار هذا بهذا الشكل بتشوفوه. هذا الشكل جاي تشوفون انا يجي ممكن من الجولد ممكن من التيتانيوم. اوكي او يجي بشكل بلاستيك يعني الشركه تسويه بشكل بلاستيك ويحتاج احنا نحول هذا البلاستيك الكاستين الى ميتال. والميتال ممكن اي ميتال ممكن الى بريشس سيمي بريشس. واضح؟ اذا هنا قاعد بين السنينه وبين التون بلانس البار اذا بالدنشر شو احتاج حتى يحضن هذا البار؟ ها؟ كليبسات سايبون فوق؟ كليبس. هناك احتاجينا بالاستاد احتاجينا الى هاوزينج بلاستيكا. هنا هاوزينج وكليبس. مثل ما انا مو كليبس هذني؟ انه هو شكله بار. مو صح؟ هناك عباره عن بلاستيك كاب بيضة ودائري، اما انا لا على شكل كليبس. نوع الاخر هذا الايكرمان كليب. هذا فرقه بي عباره عن وينجات. وين الوينجات نشوفها هنا؟ هذه وينجات بالهاوزنج حتى تتعشق ويا الاكريليك. اوكي؟ حتى يصير انجيجمنت بالاكريليك ريزن. ويكون مجهز بسبيسر ويا هذا الايكرمان. طبعا يعني اذا كان اكو كل ما اكو سبيسر ما بين البار وما بين الدنشر اذا مستخدم سبيسر يعني ايش راح اتوقع؟ راح اتوقع هذا البار يسمح بالحركه يعني يعمل عمل جوينت. اما اذا لا كان انتميت كونتاكت ويزاوت سبيسر فيعمل عمل يونت ما يسمح بالحركه مثل ما قبل شوي ريزيلينت او ستريس بريكر والريجيد. فاليونت دائما يكون بارالل سايد البار مالته مالتنا يعني مثلا سوى هذا بار سطوحه متوازيه. اما الجوينت سطوحه تكون مثلا بشكل بيضوي الليبتيكال ومثلا بهذا الشكل. اوكي يعني طبعا الهيدر قد يكون بهذا الشكل قد يكون جوينت قد يكون بار جوينت او بار يونت. واضح؟ من يكون مثلا بهيك شكل.
فممكن انه يسمح بالحركه هذه ما بين الكليك وما بين البار نفسه. زين هذا النوع الثالث دوزر بار. هذا مش اسمه طبعا هنا هذا متل هاوسنج. نحتاج حتى مو متل على متل، نحتاج الى بلاستيك مكعب بلاستيك كليبس. واضح؟ السبيسر ينحط اثناء الفابريكيشن يستخدم، يعني من يسوون فابريكيشن هذا الكليبس ويا هذا القطعه، او هذا القطعه اللي هو هذا هاوزنج وهذا كليبس ونانا، عباره عن ديورنج ذا فابريكيشن يكون عباره عن حد فاصل، حتى هذه ما تسمح انه تسمع بهذه الحركه. اوكي؟ فحد فاصل. شلون المطب تصير؟ فمن تصير اكو فانكشنال موفمنت تسمح بحركه التنشر، اما اذا كان مسوي احنا فابريكيشن ويزاوت سبيسر، اوكي؟ يعني القاعده قافله تماما على هذا المكان، اوكي؟ ماكو سبيسر ديورنج ذا فابريكيشن ما بين البار وما بين الهاوزنج. فيصير يونت. وهو ياخذ الشكل يعني توشعه هو اليونت اللي ما يسمح بالحركه يكون بارال سايد. الجوينت من اسمه جوينت يعني يسمح بالحركه. انواع الثلاثه اذن النشورات تحفظون هيدر بار والدولدر والايكرزمان. ايكرمان اوكي؟ نوع الاخر بس اذا صار ستاد اتاتشمنت انواع شكل بولت شكل لوكيتر ستاد جن منفصلات. والنوع الثاني بارز، والنوع الثالث ماجنت. الماجنت نحتاج الى ماجنت دول كوبينج اور كيبر. في الاخير لازم نانا في سمول ماجنت ونانا مربوط ويا من ويا جزء مالت التوث او جزء مالت الامبلان نسميه ماجنت كيبر. حتى شيل ليش ماجنت كيبر؟ حتى تجذب الدنشر تتبقي. نانا هذه القطعه لازم تكون قطعه مغناطيسي نانا بعد. اذا نانا شنو اللي حتى تجذبه؟ تحتاج الى هاوسنج او كيبر، ماجنت كيبر نسميه. يعني الكيبر وين يكون قاعد؟ مو قاعد بالدنشر، قاعد على التوث او الامبلانت. واضح؟ نوعه طبعا هذا نوع من انواع تصنف. شلون قلت لكم الماجنت هم تحسب على ستاد، اكو نسميه اورينج اتاتشمنت. ايش تشوفوا هذه الاورينج؟ هذه هل هي بلاستيك كاب؟ هذا نفس الاتاتشمنت مال البول. بعد الفرق وين؟ الفرق وين صار؟ السرعه وين الفرق؟ وين الفرق؟ ها؟ يعني ساعات ما تنخوض بول اتاتشمنت، مو صحيح مو ذيس از بول اتاتشمنت؟ هذه بول اتاتشمنت. اي شنو اللي الفرق وشنو اللي اتوقع الفرق اللي يصير؟ هناك كانت بلاستيك كاب. لا نسميها لا مو متر، مو بلاستيك كان تاير. حتى تقولون شكل شنو شكل الدونات؟ لو اخاف نجوعكم. هنا مكتوبه دونات شيب بوليمر اوبجكت اللي هو الاورنج. اذا شو اتوقع؟ ما دام هي مثل التاير اتوقع انه تسمع اكبر قدر ممكن من الحركه. شلون هذه مال شو اسمه؟ مال المدينه المائيه يقعدون مثل ها؟ وين تبغى تطلع؟ تروح على جرار الجامعه المسدس يا عباره عن قرص دائري عبارة عن بلاستيك. فهذا الدنشر يروح منها تسمع حركته منها تسمع حركته منها لان هي مثل يعني مو قافله تجي تقعد هنا بس اي حركه تسمع للدنشر. بالضبط عباره عن تاير مطاط. فالاورنج اتاتشمنت تسمح بحركه الدنشر بالاشكال المختلفه. هي بالاخير هنا يعني بالاتاتشمنت مو فقط والله هذه الاتاتشمنت تكون مؤثره. تشوفون انه حتى نوع الكاب اللي نستخدمه نوع الكاب ياثر. مثل ما بالبدايه حكينا كاب يعطيني ريتنشن قليل، كاب ينطيني بلاستيك كاب ينطيني ريتنشن اعلى اللي هو النوع ستاندر او النورمال، واحد بعد انكريز وهكذا. ولذلك هنا هذا النوع
اذا ترجعون للشكل ممكن ترى اجيب لكم صوره يعني لا تتعبوا. هذا اورنج الشكل شكل الدونات بالضبط. اما مثلا بالبلاستيك او حتى تنطبع باركود شوفوا الشكل مالت هسه مثلا بلاستيك انا مو مش واضحه. هذه قاعده بطن الهاوسينج بس السايد اللي راح يتصل ويا ليش اسمه اوكي مو ثلاثي الابعاد هي مجرد اللي منها واللي من الجزء العلوي. اما بالاوري لا كلها تجي تقعد تطلع تقعد تسمح بالحركه يعني هذا تخيل انك راح يجي يدخل هنا هذا شوف شكل القرص الدونات هنا اوكي كانه جاي فانا من البس الشقرصه مو اقدر احرك راسي بكل الاتجاهات. نفس المبدا يكون هنا ويا الاورينج اتاتشمنت يعني نوع من انواع استد بس يعني تعامل معامله معزوله فقط باختلاف الموفمنت اللي تسمح بها الفانكشن دون طبعا الفانكشن واضح؟ واكيد اهم شيء هذا الاورا هاجي بالنسبه للبيشنت ابو الاوفر هاج فشيء جدا مهم جدا مهم اللي طول عمر التريتمنت هذا هو عنايه البيشنت بالدنشر مالته. هل عنايه فقط للدنشر؟ لا نص اهميه لما داخل الدنشر من ناحيه تنظيف ده باطن الدنشر والنص الاخر وعلى الابدمن يعني الكره مود ابدمن جدا مهم من ناحيه تنظيف اذا كان بار او اذا كان انديفيدوال او سبلنت جدا مهم. طبعا الكير ممكن يكون بشكل ميكانيكال او بشكل كيميكال. شنو ميكانيكال؟ البراشنج والكيميكال شو الفوارق؟ عايز اذا نقول كير اوف ذا ابدمن كير اوف ذا دنشر ممكن يكون فوارق يستخدم الاقراص ويجي يرجع مثل الدنشر بطن شو اسمه. اما كير اوف ذا ابدمن ما قلتوا ايش بعد اهم من شو اسمه؟ اذا كان مثلا عندي توث رتين اوفر دنشر لازم دائما البيشنت يستخدم باستمرار جل شنو الجل؟ فلورايد جل مو صحيح؟ على مود ازاي تحافظ على المينراليزيشن فلورايد يحافظ لنا على المينراليزيشن مال التوث فالماوث ووش اوكي ديفنتلي ماوث ووش مرتين يا تركيز تكون الكلوريد دي اتش اكس ها؟ كم تركيز اكو موجوده بالاسواق الكلوريد دي؟ كم تركيز موجود من الماوث ووش كلوريد دي موجود بال اشهر تركيزين يعني